أخبار اليوم. أستاذ أحمد الحجار، أهلا بك معنا في أخبار اليوم، وتشرفنا بيك بوجودك وإنك حيت لنا حفلة كبيرة زي دي. إحساسك إيه وإنت بتحيي الحفلة بتاعة الفائزين بالجائزة النهاردة؟ والله كنت فرحان جدا، كنت فرحان من الأول ومبسوط بالأستاذ صحر الجمل جدا. هي إنسانة، أولا إنسانة طيبة وزي الفل، صافية جدا، وأنا بغني حاسس كده إن أنا كنت في وسط أهلي، مش ما كنتش حاسس بغربة. أنا طبيعتي يعني مش اجتماعي قوي، بس انا كنت حاسس ان انا في وسط ناس قريبين قوي مني يعني. طيب بعيدا عن حته الحفله، احب اكون اتطفل على حضرتك شويه. انا عايز اعرف ايه اخر الاعمال اللي هتفاجئنا بيها وننفرد بيها النهارده في اخبار اليوم، هتقولنا عليها باذن الله. وانا دلوقتي في مسلسل فعلا شغال اسمه حكايات ولاد الارض. اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. يوم 7 يوم عيد ميلاد والدي عامل البوم، المنتج علي اخويا الحجار وهو صاحب الفكره، البوم باسم ابويا الحبيب، هينزل يوم عيد ميلاد والدي باذن الله. ما كنت قلت اغنيه منه اللي هي ابويا الحبيب، وانا اللي كاتبها الحقيقه، اللي كاتب كلماتها يعني. هي بتقول ابويا الحبيب وجودك في قلبي منور طريقي. طيب او لا غناء، ابويا الحبيب وجودك في قلبي منور طريقي وحياتي تطيب، أبويا الكريم كلامك دوايا وشفايا وهدايا يا أطيب طبيب. الله الله الله، أنت أمتعتنا النهاردة ونورتنا، ومرسي جدا لذوقك وحضورك، ويا رب تكون معنا دايما في تألق، والفترة الجاية بقى نستمتع بأعمالك لأنك أنت وحشنا جدا. الله يخليك، وأنا عاجز عن الشكر ليكم وأشكركم أنتوا، يعني بتصحوني تاني من جديد، وحضرتك موجود في قلوبنا. أنا عاجز عن الشكر والله، ربنا يبارك فيك يا رب. شكر جدا.